السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي كيبرد على الأرانب، وهو الدلاح. الدلاح اللي كنلاحظوا أننا حتى حنايا ملي كيجينا العطش في فصل الصيف، كلنا كنتاجو الحاجات اللي كيبردونا. هذا الدلاح حنا كناكلو منه وكنتخلصو من القشور ديالو، كنرميو القشور ديالو، لا نبقاو نخليوهم. كنصح كاع المربين ديال الارانب انهم يبقاو يخليوهم للارانب ديالهم ويعطيوهم لهم، وكونوا متاكدين انهم مساكن تا هما راهم كيتبردوا من هاد القشور ديال الدلاح، وكذلك هاد اللقامه اللي كتشيط على الاتاي ديالنا. ملي كنبغيو نرميو هاد اللقامه ديال النعناع ما نرميوهاش، راه حتى هي كتفيدهم. بالنسبه للقشور ديال الدلاح راهم مهمين بزاف. هانتوما كما كتلاحظوا معايا هاد الارنب، ارنبه راني عطيتها قشور ديال الدلاح قبيله في الصباح، هانتوما راه كلات منه. هما شوفي، شوفوا الاطراس ديال الدلاح، راه حتى هي كلات هاد الجهه ديال الحمراء اللي كتكون في الدلاح، راها كلات منها. وشوفوا حتى هادو هما الصغار ديالها، راها كلاو حتى الجهه الخضراء راهم كلاو منها. هانتوما انا بغيت نوريكم كيفاش هاد الجهه السفلى كيفاش تاكلاوها. لاحظوا معايا انهم هما نجروها، وراني كنت حاط لهم بزاف يعني ديال هاد القشور هادو ديال الدلاح، وراهم كلاو منهم. كونوا متاكدين ان هاد القشور ديال الدلاح بالعكس غادي، ماشي غادي يضروهم، بالعكس غادي يفيدوهم. الا مشيتو تعطيتوهم لهم ما تبقاش ترمي القشور ديال الدلاح، وكذلك القشور ديال البطيخ والقشور ديال السويهله، كاع الحوايج اللي حنايا كنقولوا باللي راه في الصيف، في فصل الصيف راهم كيبردونا، راه حتى هما مساكن راهم كيتبردوا من هاد القشور ديال الدلاح وديال البطيخ وديال السويهله. اذا في حق إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد، وساندونا، وتكيو على زر جيم، وأنا مستعد لتلقي تعليقاتكم بإذن الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.